مع إيمان جرامبر. 7:21 دقيقة على الفيلم، هذه سبور ماكس. مازلنا مواصلين في حديث على مباراة تفادي النزول، باش نحكيو على زاوية أخرى، هي الحكام التحكيم ربيعينهم فريمون، برشا ضغط برشا ستريس للحكام. ماذا بينا إن شاء الله يكونوا في المستوى زاد، إن شاء الله إن شاء الله. أنا ماذا بينا توصية في الجامعة حتى حكم، معناها في باش يحكم غدوة خاصة في مباراة تفادي النزول، هذه حمام لم في الملعب التونسي، جي اس كا تراجي نجم نتلاوي مستقبل سليمان، حتى الضهوين والنادي البنزرتي. الحكام والضغط والبريسيون الممارسة عليهم، الحديث أكثر على الموضوع ذا، على التحكيم والحكام اللي باش يسافروا غدوة. معنا مباشرة الحكم الدولي السابق سيد ناجي جويني. مساء النور. أهلا بك سي أمين، وأهلا اللي معك الكبات الكبار سي محمد سي خالد وسي طارق. أهلا بكم. عاش ناجي. مرحبا سي ناجي. مباراة غدوة مباراة مصيرية، المهمة الأصعب دون شك في المباراة هذه، لا عند المدرب لا عند الملاعبي لا عند المسؤول، عند الحكم. ظاهر أنه مهمة الحكم باش تكون صعيبة، وصعيبة برشا. كيفاش يكون تحذير سي ناجي مباريات من نوع هذا، مباريات مصيرية كيما هكا؟ والله قبل كل شيء نقول لك للحكام، هو نفسه من أسابيع طويلة هو تعب، ضغط كبير، ضغط من الجماهير، من الأندية، من حتى الجامعة بصراحة. أعلام كذلك نزلت لهم مباريات غدوة. أنا صراحة نقول لي الله معاهم، ربي معاهم، الليلة معاش بشعبية وشعبية الليلة بيضاء أكيد. أتمنى يكون عندهم قوة كاملة والصبر كذلك والإحاطة المعنوية والنفسية من عائلتهم ومن المسؤولين على مستوى إدارة التحكيم وعلى مستوى أصحابهم. وإن شاء الله أنا شيء متأكد منه هو أنه كل واحد فيهم يحب يخرج غدوة يكمل مباراة بنجاح، معناتها يخرج مباراة كبير. ما اعتقدش كان فما حكم اليوم يفكر في غدوة، مش يفكر حتى واحد في الألف بالخطأ المتعمد أو أي خطأ آخر. معناتها نعرف اللاعبين اليوم بالدين كذلك، مدربين بالأندية المعنية بالنزول ولا وحتى فرق أخرى، معناتها هما نفسهم عايشين تحت ضغط. لكن الحكام صراحة ضغط خاص كذلك. أنا بالطبع عشت مواقف كما هذه صعيبة، لكن شو نقول لك، هو الأول شيء واحد يطلب من ربي ويطلب ورضا الوالدين كذلك إن شاء الله، ويخرجوا مع الوضع الصعب هذا اللي نشوفه. بالمناسبة نحب نحييهم كل مثلا بالتوفيق الكل، نشجعهم ونقول لهم ما تزوروشكم، وأنتم الأفضل وتوكلوا على الله وغدوة تكونوا معناتها القادة الكبار فوق الملعب، أنتم المسؤولين الكبار، أنتم كل واحد فيكم يعتبر أمبراطور الملعب. وطاقم كامل مع يكون سودي، يكون في كولابوراسيون على مستوى عالي، تكنيك حتى بسيكولوجيك، كلمة من المساعدين من خلال السماعات ساعة يشجع زميله، هذا مطلوب. لكن مش نقول لك آخر، والله الحقيقة معناتها الوضع صعب، لكن نتمنى من التوفيق إن شاء الله. نحكيه على خاصة الأربع حكام اللي بشي حكموا مباراة تفادي النزول، نعيم حسني، هيثم جيرات، وليد جريدي، وأمير لوسايف. هذوما غدوة في مهمة صعبة برشا. سي ناجي، الدنيا تبدلت، يعني فما وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك، الانستغرام، هذا كل اللي أثروا ياسر في حياتنا تو. كيفاش باش يتم يعني ربما التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي مؤثرة أكثر من وسائل الإعلام تو قبل ربما كان فما تسمعوا التلفزة والجرايد أكثر، تو فما وسائل التواصل الاجتماعي ويعني مؤثرة ياسر في حياة الإنسان تو، خاصة حكم باش يزفر غدو. والله الوسائل هذه الكل ما تاثرش كان على الحكام فقط، حتى المسؤولين نتاعهم، حتى لعائلاتهم، حتى العائلات بعض الناس القراب منهم، لكن لازم نتعامل معاهم هذوما الكل، معناتها ما فماش حل، لازم يكونوا اقوى من الوضع هذا، لازم يكون عندنا لافونس دو كاركتير كل واحد فيهم. الحكام مش معناتها يكبر او نحاول انا نكون هذا الضغط هذا السلبي، خلينا نقول خاطر اعتقد اللي الضغوطات السلبيه اكثر على الحكام من الايجابيه، خاطر كي حكم ينجح في مبارته يظهر الرياكسيون تاع الراي العام تولي ضعيفه، لكن اللي يغلط يكثر عليه الشيء معناتها من كل من كل النواحي. هذا يجب يعرف كيف يتعامل. انا نصيحتي للحكام الحقيقه على مستوى الحكام اللي انا قاعد بطلع فيهم او على مستوى الكاف مستوى الفيفا، على بالنا نصيحتنا مش يبتعدوا قد ما يقدروا، هذا نعرف مش سهل، على الوسائل هذه الاجتماعيه او الريزو سوسيو اللي
التأثير نتاعهم ولا أكثر سلبي من إيجابي بالنسبة للحكام، مش فقط في تونس على مستوى العالم كذلك. سيناجي مساء النور، طارق العسادي معك. أهلا بك. عاشك يا سيناجي. حبيت نسألك، أنا أكيد أنت على بينة بين وديع الجري والمكتب الجامعي يجتمعوا بحكام المعنيين باللقاءات هذوما مؤخرا، هل تراه نوع من معناتها الضغط على الحكام بطريقة أخرى، أو أنه نوع من الحماية لهم لأنه دعاهم أنهم بيحترموا حقوق الأندية ويحافظوا عليها؟ والجانب الثاني، بعض الأخطاء المؤثرة اللي شفناها عند بعض الحكام، هل تراها تبرير لغياب الحكام التوانسة عن معناتها القائمة الأولية لمونديال قطر؟ خاصة أنت نعرف أنت دفعت على الأقل على حضور طرف تونسي، لكن للأسف ما كانش موجود. هل ترى أنه ندفع فاتورة الأخطاء متاعنا في التمثيل الدولي؟ والله يشوف، أنا نقول كل مسؤول على في جامعة ولا في إدارة تحكيم مطلوب منه مش يجتمع مع حكامه ويخلينا نقول لك يعملوا معك ميتينج دونكوراجمون اكثر، خاطر هذا وضع سعيد الحكم كذلك بحاجه من رئيسه من المسؤولين نتاعو باش يصبحهم لازم يكون ديسكور هذا بوزيتيف، ونتوقع ونتمنى اللي كان ديسكور بوزيتيف مع الحكام. ولكن تواجد الحكام على مستوى الدولي طبعا هذا يرجع اول شيء الساعه لوضعهم على مستوى المحلي، مستوى الاتحاد ومستوى الجامعه نتاعهم، مستوى البطوله نتاعهم، نجاحهم إدارتهم ونجاحهم في المباريات، نجاحهم على مستوى عام في البلد، سمعتهم كذلك، نجاحهم على المستوى القاري، وهذا ما يثير النجاح هذا من منطلق تكوين بروفوندور، مش تكوين سطحي، تكوين يكون على مستوى عالي، فيه مستوى علمي، مستوى فني عالي، مش فقط حضور التدريب، مش فقط اجتماعات باهتة شوية، معناتها باش نتكلم على حالات هكاك معناتها وحنا نتعداو، لازم يكون فما ستاتيستيك، فما استراتيجي بلانيفيكاسيون دو فورماسيون دو سويفي، معناتها مش سويفي عام، سويفي سور شاك بريستاسيون دو لاربيتر، معناتها سويفي هيبدومادير، نقول في كل مباراة لازم يكون سويفي ديسكسيون مع الحكام مباشرة أو مجموعة الحكام، معناتها حتى كان ما ننساش الحكام زاد هما كانوا تعبوا شوية وكانوا ضحيت نقولوا الكورونا، معناتها ضحيت كورونا ما بين ظفرين، معناتها الراحه الفرصيه دي اللي هما كانوا معناتها كانوا فيها. احنا نشوف اللاعبين كذلك تاثروا من قداش عندهم اشهر اربع اشهر ما لعبوش وكذا شهر ما لعبوش نفسيا، بس الحكام هذا موضوع ثاني. لكن انا نرجع لموضوع التكريم، انا اتمنى اللي كل حد موجود وعنده مسؤوليه على مستوى اداره التحكيم مستوى اللجنه يقوم دوره بواجبه تكوين الحكام، وتواجدهم في كأس العالم 22 إلى حال هو الموضوع سابق أوانه، وانتظر شوية وكل شيء ممكن. مازال ثم إمكانية سيناجي؟ والله بصراحة معناتها كل شيء ممكن، خلينا نقول كل شيء ممكن، صعيب شوية لكن كل شيء ممكن، معناتها فما شيء واحد شيء لو مستحيل، فما منافسة كبيرة ما بين حكام أخرين فارقة موجودة على القائمة أشواط كبيرة على مستوى القاري، على مستوى بلدهم، على مستوى البار كذلك ما تعرف، سواء على مستوى البار كأس العالم، بطولة العالم، حكمت ما يجيش خلينا نقول ديزونير، معناتها مش حكم ساحة فقط، لازم يكون حكم بار كذلك وعنده خبرة في بلاده، في بلادهم كلها، مش على مستوى القاري البار، حين أولوية ولكن الحكام اللي عنده اللي هو ديزونير هذا هو المهم. على كل هو مازال هو عامين ونص تقريبا، لكن القرار النهائي مش يكون في شهر مايو 2022 عامين مازالوا، نتمنى التوفيق للحكام المرشحين، معناتها هو كان صادق السني هو المرشح، الباب ما فكرش مازال مفتوح، لكن يكون فما أمل، لازم يكون فما أمل، ونتمنى التوفيق الحقيقة والنجاح للحكام، خاطر الحكام تأثير بلاده على المستوى الدولي، على في فيفا في كأس العالم بعض الأحيان ينساو اسم الحكم، لكن ما ينساوش اسم بلدي، معناتها دولته، وطني، أتمنى التوفيق للجميع. وهذا المباريات كما هذه مباراة غدوة، مباراة دوري، مباراة الشامبيونات في تونس، هي مرحلة حول التميز معناتها على مستوى العالم، لازم يفهموا الحكام يكونوا قويين في بلادهم، يكونوا ناجحين في بلادهم، سمعة عالية، سمعة طيبة، تكوين إيجابي، تكوين طيب، في فائدة كبيرة لهم. هذو اللي كما نقول انا دوما سون لي فاكتور دو ريوسيت ولا لي كريتير ايسونسييل للحكم الناجح، معناتها باش يوصل كاس العالم. احنا نتكلموا على كاس العالم، اي وشنو يعامل هو، شنو التكوين، الصفه عامه،
اوكي فما موجودين على مستوى القاري في الكوتا اللي تتوزع للحكام، موجودين على مستوى الوطني مباريات صعيبه كذا، هذا شيء ايجابي، لكن فما عمل اخر لازم يكون موجود، عمل قاعدي، عمل تكوين كما قلت قبيله، نفسي فني بدني فار كذلك، ما ننساش الفار، ونتمنى التوفيق على كل حال وربي يسهل لهم. نتمنى وزاد انه حكامنا يكونوا حاضرين في مونديال قطر 2022. قبل ما نختم معك سي ناجي، ذكرياتك انت مع مباريات تفادي النزول. والله شو نقول لك، حتى بصراحه اصعب ماتش هكا حكمته تتفكر هكا في برشا ضغط في برشا بريزون. والله والله شوف تفادي النزول انا شكون قال لي انا اكيد ولايه قصرين بكيتها اكيد مباراه نزول، ولكن شنو المباراه بلي اثنين مباراة قفل لهم السير كانت عام قداش؟ مباراة نزول هي عندها تقريبا أكثر من 30 سنة مباريات 85 كذلك ثم مباريات أخرى زادة صارت اللي تعبنا فيها وعلى كذا هذه قصة كذا عندي قرق نظار اللي ديما يحكوا عليها كيفاش قلت لي؟ عندي قرق نظار اللي سيناجي يحكوا عليه الماتش قرق نظار والله قرق كذلك ما بدي خلاف مسير كان وجد في فكرة في والله صراحة سيوف نجار يكتب رخيص كان فاق قليا كانوا أسابيع متتالية وأنا في المباراة في هذه النزول والحمد لله كنت حمل ملف ورا الويك حمل ملف كذلك وأنت استاديست تزفر لملعب التونسي ولا وباجة؟ أنا استاديست وباجة لكن الحمد لله ما حكمتش الاستاد لمباراة واحدة والباجة مباراة واحدة في حياتي الكل لكن شوف الخطأ وين وهذا معناتها ما فيش لا ناجي ولا غيره كنا نخطيه وارتكب اكثر من خطا في مسيرتي التحكيميه ولكن اهم شيء هو وقت اللي نبدا ماشي الملعب تبقى ثم نيه واحده بفكره واحده هو نقوم بواجبي ودوري بكل ضمير بكل شجاعه ورساله نبيله لازم نقوم بها وهذا اللي نقول لحكامنا الغدوه نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله وراه ما يفيدكم حد في سمعتكم اول شيء واخر شيء والسمعه يا تشوف يا امين طفل راه بعد 30 سنه 40 سنه حتى بعد تحكيم ثم تبقى راه تبقى صحيح. مع ولادنا هذا الشيء لازم يفهموه الناس صحيح. شكرا ليك سي ناجي جويني على تدخلك معنا وحد سعيد الحكامنا غدوه في مباريات تفادي النزول نادي حمام في الملعب التونسي جي اس كات راجي نجم تلاوي مستقبل سليمان حتى طويل نادي البنزرتي باهي نستثنيه وخالد مباراه حتى طويل نادي البنزرتي